السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سعيد جدا بتجديد اللقاء معكم مرة أخرى. اليوم نلتقي مع مكون النص السماعي دائما في إطار الوحدة الخامسة، الماء والحياة، الأسبوع الخامس. عنوان النص الأول: الذهب الأزرق. في البداية سنلاحظ جماعتين هاتين الصورتين، لنلاحظ جماعة هاتين الصورتين، وكذلك انطلاقا من العنوان الذهب الأزرق حاولوا أن تتوقعوا أحداث النص. لنركز جيدا على الصورتين وكذلك العنوان الذهب الأزرق وحاولوا أن تتوقعوا أحداث هذا النص. يمكن أن ننتبه للشخصيات، ننتبه كذلك للمكان والزمان وبعض الأحداث التي يمكن أن نستلهمها أو نستنتجها انطلاقا من الصورتين ومن العنوان. والآن سنمر للاستماع للنص. الذهب الأزرق. الذهب الأزرق. الماء أساس حياة جميع الكائنات الحية، من إنسان وحيوان ونبات. هو كنز ثمين لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، لذا سمي بالذهب الأزرق، فلولاه لما وجدت حياة على كوكبنا. الواقع أن بإمكاننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام نأكله لمدة طويلة، إلا أننا نفقد الحياة إذا امتنعنا عن شرب الماء لمدة قصيرة. الماء ضروري لبقائنا، فنحن ملزمون بشربه لنحيا، إذ لا حياة بلا ماء. ففي جسم كل إنسان ما يزيد عن نصف وزنه ماء، والطفل الذي يزن 20 كيلوغراما يخزن جسمه 12 لترا تقريبا من هذا السائل التمين. الماء في الحالة العادية سائل شفاف، لا لون له ولا رائحة. إذا خفضنا حرارته صار جليدا، وإذا سخناه إلى درجة الغليان صار بخارا يختفي في الجو، كما أنه يتخذ أشكالا مختلفة باختلاف حرارته واختلاف الوعاء الذي يوضع فيه. الماء أساس جمال المكان، فهو الذي يمنح الطبيعة ثوبها الأخضر، وهو الذي يمنح الجو الرطوبة التي تجعل درجات الحرارة محتملة على سطح الأرض. إذن بعد استماعنا جماعة للنص السماعي الذهب الأزرق، سننتقل الآن للمرحلة الموالية، وهي اختبار مدى فهمكم لأحداث النص. إذن السؤال الأول يقول: لماذا سمي الماء بالذهب الأزرق؟ لماذا سمي الماء بالذهب الأزرق؟ ثانيا: هل يمكن للإنسان أن يبقى على قيد الحياة دون شرب الماء؟ ثالثا: ما هي كمية الماء التي يخزنها جسم طفل وزنه 20 كيلوغراما؟ رابعا: ما هي حالات الماء؟
خامسا، كيف يصير الماء جليدا؟ سادسا، كيف يتحول الماء إلى بخار؟ إذن بالنسبة للسؤال الأول، سمي الماء بالذهب الأزرق لأنه أساس حياة جميع الكائنات الحية، وهو كنز ثمين لا يمكن الاستغناء عنه. ثانيا، لا يمكن للإنسان أن يبقى على قيد الحياة دون شرب الماء. ثالثا، الطفل الذي يزن 20 كيلوغراما يخزن جسمه 12 لترا تقريبا من الماء. رابعا، حالة الماء ثلاثة، وهي سائل، جليد وبخار. خامسا، يصير الماء جليدا بتخفيض درجة حرارته. سادسا، ويتحول الماء إلى بخار بتسخينه إلى درجة الغليان. السؤال الموالي، وعود الكلمة المكتوبة بالأحمر بمرادفها. إذن سنعود الكلمة المكتوبة بالأحمر بمرادفها، أي بمعنى كلمة أخرى لها نفس المعنى. الجملة الأولى، هو كنز ثمين لا يمكن الاستغناء عنه، الماء ضروري لبقائنا، يمنح الطبيعة ثوبها الأخضر. لنحاول أن تبحثوا عن كلمات يمكن أن تعوض الكلمات المكتوبة بالأحمر، أي مرادفاتها، ثمين، ضروري، ثوبها. ويجب هنا أن نستحضر السياق الذي وضع فيه أو وضعت فيه كل كلمة. إذن هو كنز، يمكن أن نقول نفيس، غال، قيم، لا يمكن الاستغناء عنه، الماء ضروري، أو ممكن أن نقول أساسي، لازم لبقائنا، يمنح الطبيعة ثوبها الأخضر، أو يمكن أن أقول بساطها الأخضر. إذن شكرا لكم على حسن انتباهكم، مع تحيات فريق أساتذة المستوى الثالث بمدرسة عبد الله بن الزبير، مديرية شتوكا إيت بهاء.